انت صحيح قلت ان نيلي كريم اتعلمت منك التمثيل؟ قلت ليه؟ ده على اساس انت ساكت وما يمط. لا يعني بس ده هنقولها ازاي يا اصل انا كان في دور وانا كنت فرحان قوي ان احنا هنشتغل. راح جايبه جوزها. هو جوزها بيمثل ايه اصلا؟ بتاع سكواش. هو جوزها بيمثل ايه اصلا؟ بتاع سكواش. يعني هو ده الضحك يعني هنجيب فلوس كده يعني؟ يعني مش عارف يعني. طيب انا عارف ان الناس طبعا عماله كلها تبعت وبتاع، الناس بتحب الاكشن يعني، تموت تتفرج على اتنين بيموتوا بعض. عشان ارد بس على القصه بتاعت الاستاذ باسم السمره، ده راجل ممثل محترف وراجل لطيف جدا وقلب ابيض وجدع، وانا عن نفسي بحبه جدا، باذن الله هشتغل معاه في يوم من الايام. هو من الاخر يعني اتاخد على اخوانه، قال له التاني قال له انا اخوك انا حبيبك تعالى بس نقعد مع بعض وبتاع. فاحنا اوف اير، في اون اير وفي اوف اير، احنا اوف اير وهنتكلم براحتنا وبتاع. هشام عاشور مش عارف عامل ايه، نيلي كريم مش عارف. فالتاني بيكمل بيعلي الافيه يعني، عارف كلمتين كده ساعات يعني، لو انت دمك خفيف بتعلي الافيه عادي يعني، فاهم؟ انا اخوك وبتاع، وقام مصورها وقام منزلها. يعني تخيل انا قاعد مع اخويا بنتكلم مثلا على ابن خالتي او على حد قريب مننا جدا، فبنقول مثلا ان مراته كذا، ده حصل كذا حاجه يعني، بنتكلم في موضوع عادي بتحصل يعني، يقوم مصورني اخويا ومنزلها في كل حته ويخلي منظري يعني بصراحه قمه في مش عارف يعني، مش لاقي لها كلمه. بيئه جدا جدا صفيقه جدا جدا and very cheap يعني، يعني الله يكون في عونك يا معلم. يعني هو ده الضحك يعني هنجيب فلوس كده يعني؟ يعني مش عارف يعني. اللذاذه ما الناس يعني، الدم الخفيف مفهوم يعني، ده لا دم خفيف ولا لذاذه ولا يعني ما اعرفش. انا الله يكون في عونك، زعلان منك يا ابني والله. انت صحيح قلت ان نيلي كريم اتعلمت منك التمثيل؟ قلت ليه؟ ده على اساس انت ساكت وما يمط. لا يعني بس انا هقولها ازاي يا اصل انا كان في دور وانا كنت فرحان قوي ان احنا هنشتغل. راح جايبه جوزها. هو جوزها بيمثل ايه اصلا؟ بتاع سكواش. هو جوزها بيمثل ايه اصلا؟ بتاع سكواش.